بدأت فنلندا إقامة أول قطاع من سياج على حدودها مع روسيا أمس بعد أقل من أسبوعين من انضمامها لحلف شمال الأطلسية في استكمال لتحول أمني اتخذ ردا على الحرب في أوكرانيا تحسبا في المقام الأول لتحرك روسيا نحو إغراق الحدود بالمهاجرين. وقال مدير المشروع أن السياج لا يراد به إلا إيقاف أي محاولة غزو، لكن سيكون مزودا بمعدات مراقبة. ومن المقرر أن يغطي السياج الفنلندي المصنوع من الحديد الصلب نحو 200 كيلومتر من الأجزاء الأكثر حساسية من حدود فنلندا بحلول نهاية عام 2026.